يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القول بالرؤية أن الصحيحة هي الرؤية القلبية، وأن من خالف في هذا فإنه يعد من المبتدعة، فكيف نجمع هذا بين هذا وبين قول ابن عباس؟ لعله يقصد ليلة المعراج، أنه رأى ربه بعينه. ابن عباس يرى هذا، لكن صحيح أنه لم يرى ربه بعينه، وهذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أنه لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه بقلبه، رآه بقلبه، رؤية قلبية لا بصرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم وله حديث حل علشان نجمع بينه، هو حديث اللي يجمع بينه الأحاديث، أما كرأي ابن عباس هذا ليس حديثا وإنما هو رأي. نعم.